بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا ولاد نروح لأسئلة الإدارات والمحافظات على مقرر امتحان شهر أكتوبر. وأول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة من مضاعفات العدد 6. بص في الاختيارات ونعرف المضاعفات إزاي، يعني مين العدد اللي يقبل على 6؟ أدي معنى مضاعفات. مين في الاختيارات يقبل على 6؟ مين جاب الإجابة؟ برافو عليك، الـ24. تكرار للستة 4 مرات، 6 في 4 ب24، أو 24 على الستة فهالأربعة، إنما الباقيين ما بيقبلوش على الستة. طيب مين من مضاعفات العدد 8؟ نفس القصة، مين في الاختيارات بيقبل على الـ8 في جدول ضرب 8؟ الإجابة طبعا يا ولاد الـ16، عشان 16 على الـ8 فيها الـ2، أو 2 في 8 بـ16. طب اعكس السؤال يا مستر حامد، العدد 49 هو اللي مضاعف لمين؟ ده الأب بقى، مين أولاده اللي يقبل الاسم عليهم؟ الـ49 تقبل الاسم على مين في الاختيارات؟ برافو عليك، على الـ7، عشان 7 في 7 بـ49، ولا تقبل على الباقيين. طيب الرابعة، العدد مين من مضاعفات العدد 5؟ بص كويس، مين من مضاعفات الـ5؟ مستر حامد اختار الـ35. ليه يا مستر؟ أولا 5 في 7 بـ35، ثانيا اللي يقبل على 5 لازم يكون أحد يا زيرو يا 5، الباقيين لأ، دي الوحيدة اللي أحدها 5. طيب حذر فذر، مين العدد اللي يبقى مضاعف مشترك للعددين 3 و5 معا؟ المضاعف مشترك يعني زي ميم ميم ألف، بس ممكن يكون أعلى لأنه ما قالش أصغر. نعمل إيه؟ نطبق الطريقة. هو أنت يا 5 تقبلي على الـ3؟ قالت لا. حد فيكم أولي؟ ده قال أنا وده قال أنا. 3 في 5 بـ15 موجودة؟ موجودة يا مستر، حتى بالأمارة الـ15 بتقبل على الـ5 وعلى الـ3. جميل، أي من الأعداد التالية ليس مضاعفا مشتركا للخمسة والسبعة؟ ليس مضاعفا مشتركا، يعني الاثنين ما يقبلوش على الخمسة والسبعة، لازم الاثنين لازم يكونوا ايه، ناجحين. طب نعمل ايه؟ نشوف، الـ14 بتقبل على السبعة ما بتقبلش على الخمسة، يبقى معنى كده انها ايه، انها ليس مضاعف. طب بص الـ35 تقبل هنا وهنا يبقى مضاعف، ده مضاعف مش عايزه. طب الـ70 اولها زيرو تقبل على الـ7؟ اولها زيرو تقبل على الـ5؟ يبقى مضاعف، انا مش عايزه، انا عايز اللي ليس. الـ105 تنفع تتقسم على الـ7 وكمان اولها 5 تقبل على الـ5 يبقى مضاعف. يبقى الثلاثة دول قبلوا على الاثنين دول سوا، لكن عمه عايز ليس، يبقى ناخد الـ14. ليه يا مستر مش فاهم؟ لانها قبلت على الـ7 وما قبلتش على الـ5، نجحت في واحدة وفشلت في واحدة، يبقى دي ليس مضاعف. اللي بعده، المضاعف المشترك الأصغر يعني ميم ميم ألف للتلاتة والستة. طبق طريقة مستر حامد، هو أنت يا ستة تقبلي على التلاتة؟ قالت آه، يا ما أنت كريم يا رب، طالما الكبير قبل على الصغير أقدر أجيب العين وأقدر أجيب الميم، ميم ألف في الميم ناخد الكبير تبقى الإجابة 6. طب لو عين ميم ألف كنت خدت الـ3. اللي بعده، مين المضاعف المشترك لجميع الأعداد؟ الزيرو. ليه؟ لأنه يقبل القسم على كل الأعداد. طب هات المضاعف المشترك ميم ميم ألف للخمسة والتلاتة، هو أنت يا 5 تقبل على الـ3؟ لا. حد فيكم أولي؟ ده قال أنا وده قال أنا، اضربهم يبقى 15 طالما في أعداد أولية. اللي بعده، اوجد ميم ميم ألف للعددين دول. على فكرة أقدر أعملها بشجرة العوامل، وأقدر أعملها بالتحليل بالعمود وأجيب الميم ميم ألف، تمام، وأقدر أعملها بمجرد النظر. إزاي يا مستر؟ هاتها كده يا مستر حامد بمجرد النظر لو سمحت. حاضر، هو أنت يا 30 تقبلي على 20؟ لا، ما جابتش قدها مرتين ولا ثلاثة. حد فيكم أولي؟ لا. نقوم نمسك ال 30 ونجيب لها 2 فتوات، 30 في 2 ب 60. هو انت يا 60 تقبلي على 20؟ تقول ايوه، ده انا قدها 3 مرات، يبقى الاجابه 60 نجحت. يبقى مستر حامد جابها لك بمجرد النظر.
اوجد مضاعف العدد 3، بس يكون محصور بين ال20 وال23. الأول نجيب اللي محصور أصلاً، هو اللي مين اللي بين ال20 وال23؟ ال21 وال22. جميل جميل. طب مين في الاتنين دول يكون من مضاعفات الثلاثة؟ ال21 بس يا مستر حامد، ال21 من مضاعفات الثلاثة، ولكن ال22 ما بتقبلش على الثلاثة. جميل. اوجد ميم ميم ألف للعددين دول بتحليل العددين إلى عواملهم الأولية. تعال الأول أجيبها لك بمجرد النظر وبعدين ننفذ التعليمات. ميم ميم ألف للعددين، هو أنت يا تسعة تقبلي على الستة؟ قالت لا. حد فيكم أولي؟ لا. يبقى نمسك التسعة بطريقة البودي جاردات، تسعة في اتنين بتمنتاشر، والتمنتاشر تقبل على الستة. أدي الإجابة بمجرد النظر. طب لو عايزها بالتحليل، جميل جميل، الستة كم في كام؟ اتنين في تلاتة. طب والتسعة كم في كام؟ تلاتة في تلاتة. بس شفت المستر كتب ازاي المتشابهين تحت بعض عشان نعمل البرواز. طب الراجل عايز ايه؟ الميم ميم ألف الفاجومي. من البرواز ده ناخد تلاتاية، والتلاتاية دي تيجي هي كمان، والاتنين دي تيجي هي كمان، اضربهم يبقى 18. ادي بمجرد النظر وادي بالطريقة اليدوية.